بيكم في اخر فقره معانا النهارده. هي فقره جديده بنبدا بيها، بنحاول ان برضو زي ما القينا الضوء على ابطالنا والقينا الضوء على رؤساء الاتحادات، لازم النقاد الرياضيين يكون لهم دور ومهم جدا ومؤثر في الالعاب الاخرى. لازم اعرفكم ان النادي الاهلي كسبان نادي الاتحاد السكندري، متبقي في اخر في الاكسترا تايم الاولاني ودقيقه 21 ثانيه، والنادي الاهلي كسبان 72-71. خلينا ارحب بقى بالنقاد الرياضيين، الاستاذه دعاء بدر رئيس تحرير موقع تتويج. استاذ دعاء اهلا بيكي، منورين شرفنا. اهلا وسهلا، شرف ليا كابتن خالد. وكمان معانا الناقد الرياضي الاستاذ بجريده الشروق الاستاذ حسام زايد. اهلا بيك يا استاذ حسام. اهلا بيك كابتن خالد، سعيد بوجودي معاك وسعيد بوجودي في قناه النادي الاهلي وسعيد بوجودي مع المتالقه دعاء بدر. ياي ده كلام جميل وبدانا بدري الكلام. عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا، احنا النهارده هنفتح كل الملفات معاهم، لان احنا قلت لكم اخذنا من ابطال شفناهم وشفنا آرائهم وكمان شفنا آراء رؤساء الاتحادات والمدربين، لكن النقد الرياضي في الألعاب الأخرى متواجد بشدة على السوشيال ميديا ومتواجد داخل الصحف المصرية، لكن مش داخل القنوات الفضائية. أستاذ دعاء، لازم نبدأ معاكي الحوار النهاردة ونقول بداية قوية النهاردة في النقد الرياضي في الألعاب الأخرى إن شاء الله بإذن الله. دخلتي ليه المجال ده؟ اشمعنى اخترتي كده مع ان الكوره فلوس والموضوع مختلف؟ يعني اتكلم بصراحه. صحيح فعلا. هو يمكن طبعا ده بسبب ان انا من وانا صغيره بلعب العاب اخرى ويمكن برضو دوره الالعاب الافريقيه الحقيقه كان ليها دور كبير، ان واحنا صغيرين شفناها واتفرجنا على الالعاب كلها، جمباز وسباحه ومش عارف ايه، ده كان موجود في الاساس. مع بداية عملي أنا بدأت سنة 99 بالظبط، كان بداية استعداد أبطالنا لأولمبياد سيدني 2000 بالظبط كده. فبدأت واحدة واحدة كده أن أنا أدور على الأبطال، مين اللي تأهل مين ما تأهلش، مين عنده فرص، مين ممكن يبقى عنده فرص لتحقيق ميداليات أولمبية. لقيت المجال ده الحقيقة مش متغطي كويس، وحتى كنت بلاقي صعوبة في أني ألاقي معلومات عن اللعيبة وعن المنتخبات بتاعتنا. فبدات واحده واحده اتواصل مع الاتحادات واتواصل مع اللعيبه وانزل اقابل اللعيبه في تدريباتهم في مركز اولمبي، في التجديف نزلت معاهم الحقيقه، رحت التجديف واحده واحده، بدات ان انا اروح لكل منتخب في المكان بتاعه في التدريب بتاعه وابتدي اعمل تقرير مفصل عنهم وعن استعداداتهم ومين عنده فرص للتاهل مين عنده فرص لتحقيق الميداليات. وطبعا ده ما كانش هيتحقق لولا ان كان في حد بيشجعني، ان في الابدو انا طبعا بدايتي ومستمره حتى الان في الاهرام ابدو، الاهرام الفرنساوي. فكان رئيس القسم وقتها عجبوا الافكار وعجبوا الشغل، والداسك برضو كانوا هم فرنساويين عجبهم الافكار، ورئيس القسم فؤاد منصور الحقيقه اللي بعتبره ادفايزر بتاعي لحد دلوقتي يعني بدأ يشجعني أكتر أن أنا أخش في المجال ده أكتر وأخش بتعمق أكتر. قناعاتك الشخصية دخلت النقد الرياضي بالظبط. حسام زايد قولي قناعاتك الشخصية برضو سبت الكرة ليه؟ والله بص، الكرة طبعا هي النجومية وهي اللي بتحقق يعني أسرع طريق للشهرة، سواء على مستوى النجوم اللي بيلعبوا أو حتى اللي بيتكلم عن الكرة أو اللي بيكتب عن الكرة. لكن أنا عن نفسي بحب الصحفي أنه يكون بيكتب عن كل حاجة وبيتكلم عن كل حاجة ويعرف كل حاجة، مش لازم أكون بس متخصص في الكورة وما أتكلمش عن باقي الألعاب. مش عايز أكون متخصص بس في لعبة معينة وما أعرفش عن باقي الألعاب. ده أنا شايفه أنه ده مشكلة وقصور عند الصحفي. الصحفي لازم يكون عنده دراية بكل اللي بيحصل حواليه في المجال بتاعه، إذا كان صحفي رياضي. حتى الصحفي الرياضي المفروض كمان يعني يتخطى حاجز الرياضة ويعرف عن كل الأمور الخاصة في المجتمع والأمور الإنسانية والطبية، يعرف يعني من كل بستان زهرة زي ما بنقول. لازم ياخد نبذ عن كل ده. احنا بطبيعة الحال دايما في الصحافة لما بتيجي تبدأ طريقك يعني شوية بتاخد الألعاب الأخرى على أساس أن التعامل بيكون سهل مع سواء المسؤولين أو اللاعبين، غير الكورة بيبقى البداية فيها صعبة. فأنت بتتدرج في المكان، تبدأ مثلا بتغطي ألعاب أخرى، بعدين ممكن تغطي قسم تاني، دوري قسم تاني، لغاية لما توصل للكريمة بتاعة الكورة زي ما بنقول، إذا كان أهلي أو زمالك أو اتحاد كورة أو منتخب. فأنا في فترة في الأوائل بالنسبة لي في الشروق لما غطيت اتحاد اليد تحديدا،
ارتبطت بالناس في الاتحاد وعملت علاقات قويه جدا باسره كره اليد بشكل عام، فحتى لما اشتغلت بعد كده في كره القدم وغطيت منتخب مصر واتحاد الكره في فترات، ما سبتش اتحاد اليد ابدا، كنت مستمر في متابعتي ليه وكمان بشكل عام الالعاب الاخرى من خلال تغطيتي للجنه الاولمبيه وايضا ملف وزاره الشباب والرياضه، فده خلاني مستمر مع الالعاب اللي الناس بتسميها العاب شهيده او مظلومه، رغم ان هي اللي بتحقق الميداليات في الاولمبياد وهي فعلا دول النجوم الحقيقيين اللي بيكافحوا فعلا علشان يوصلوا لمنصه التتويج. اكيد الكفاح وشرف لنجوم الالعاب الاخرى شيء مهم جدا جدا جدا، لان هم فعلا انا متفق مع الاستاذ حسام زايد في ان النجوم دول هم اللي بيشرفوا وبيرفعوا اسم مصر عاليا. لكن خلينا نقول لجمهور النادي الاهلي، النادي الاهلي كسبان 76-71 مع الاتحاد السكندري في نصف نهائي البطوله العربيه وناقص 54 ثانيه. استاذه دعاء هنتكلم بصراحه شديده، وتقييمك لدور طوكيو وست ميداليات للباسه المصريه في قوامها تقريبا 130 لاعب ولاعبه. لو هنتكلم على تقييم النتيجه بشكل متخصص شويه، خلينا اقول لك ان احنا قبل طوكيو كنا بنقول يا رب نحقق نتيجة أحسن من النتيجة بتاعت ريو اللي هي 3 ميداليات. كويس. وكنا بنقول إن إحنا لو حققنا 5 ميداليات اللي هي كانت أفضل نتيجة لينا كانت في أتينا، ده هيبقى إنجاز كويس. لأسباب معروفة، هي الأسباب إن طبعًا كورونا عملت إيقاف لكل الألعاب الرياضية، فالدورة دي ليها حالة، يعني هي استثنائية. حالة استثنائية بالفعل. ولان احنا الاعداد بتاعنا ما كانش برضو كافي، ما كانش معمول بشكل كافي للابطال بتوعنا. لكن بعد الدوره وخلال الدوره لما شفنا الحقيقه نتائج الدول العربيه والدول الافريقيه، كان جوانا شويه حزن. لان طيب ما هو الدول دي كلها يا جماعه مرت بنفس الظروف، الدول دي كلها، الدول العربيه بالاخص والافريقيه في شمال افريقيا، تونس والمغرب كلهم جايبين ميداليات اعلى مننا بكتير. معلش هقطع معاك كلام واقول لجمهورنا، فاز النادي الاهلي الحمد لله على نادي الاتحاد السكندري 78-73 في مباراه صعبه جدا. نادي الاتحاد السكندري نادي محترم في كره السله، لكن اولادنا بجد النهارده ابدعوا وتالقوا والحمد لله الوصول الى نهائي البطوله العربيه لكره السله. نتمنى لهم ان شاء الله باذن الله التتويج بالبطوله وبدايه مشوار وتاريخ حافل باذن الله لكره السله في النادي الاهلي بالبطولات. استاذ دعاء اتفضلي بقى، عشان بس كنت لازم انت عارفه لازم طبعا لازم اقول للجمهور الكلام ده مهم. مباراه صعبه جدا الحقيقه، وزي ما كان حسام لسه بيقول لي قبلها، دي مباراه كان المفروض تبقى نهائيه. صحيح. مباراه حلوه جدا والحمد لله الاهلي فاز، مبروك للنادي الاهلي طبعا، وان شاء الله النهائي يكون اهلاوي باذن الله. يا رب باذن الله نتمناه. صحيح. مبارك طبعا للنادي الاهلي، مبروك. مباراه مهمه جدا مع الاتحاد، اتحاد طبعا يعني انا قلت مباراه من الكلاسيكيات في كره السله المصريه، مباراه قويه جدا. كابتن احمد مرعي كمان هو مدرب منتخب مصر طبعا. الاهلي عنده مباراه مهمه جدا في النهائي بكره مع الكويت الكويتي، عمل مباراه النهارده مع الزهراء التونسي وكسب فرق 3 نقط 83-80، فانا شايف ان المباراه هتكون قويه للنادي الاهلي، لكن الافضليه هتكون للنادي الاهلي في النهائي بكره، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق اول لقب في البطوله العربيه في تاريخه بكره ان شاء الله. يا رب باذن الله. هكمل معاك يا استاذ دعاء لتقييم طوكيو، قلت لي يعني انت شايفه من التقييم ان خلال البطوله وفي نهايه الدوره لما بصينا على نتائج بقيه الدول، زي ما بقول لحضرتك بالاخص الدول الشمال الافريقيه، تونس والمغرب الاردن، كلهم حققين نتائج اعلى مننا. احنا يعني كنا قبل كده في الدورات اللي فاتت كانت كينيا واثيوبيا ودول افريقيا اللي هي اللي فقيره جدا كانوا بيحققوا اعلى مننا بكتير، وكانوا بيجيبوا عدد ميداليات كبير. كنا بنقول معلش هما دول، دي دول متخصصه في حاجه واحده، ما بيصرفوش غير على العاب القوى فقط. مظبوط. والعاب القوى لعبه بتجيب ميداليات كتير، وهم الطبيعه نفسها بتاعت الدول بتسمح لهم ان هم يبقوا متميزين في الالعاب دي. لكن في الدوره دي بالاخص لما شفنا نتائج المغرب وتونس والاردن، البلاد العربيه، وفي العاب تايكوندو الكويت، في الكويت طبعا تايكوندو وكاراتيه والسباحه اتفاجئنا. يعني طب يا جماعه هي الدول دي مرت بنفس ظروفنا. تونس كان عندها ثوره، كان عندها كورونا. ظروف وكلهم طبعا كان عندهم كورونا بالظبط كده بالظبط، والظروف الماديه واحده. طب فين يبقى احنا في عندنا مشكله؟ فين المشكله حسام زايد؟ فين المشكله في اللي دعاء بتقوله؟ انا بقول انه كابتن خالد، احنا بعد طوكيو تحديدا انا شفت حاجتين.
يا اما نقد لازع جدا يا اما اشاده مفرطه. يعني ما فيش حاجه يعني وسط او حاجه واقعيه او بنتكلم بالمنطق. في انجاز اتحقق بست ميداليات، لكن كان ممكن يتعمل افضل من كده. في اتحادات انجزت زي الاتحاد الخماسي الحديث، المهندس شريف العريان 100% دخل التاريخ انه اول رئيس اتحاد للخماسي الحديث بيحقق ميداليه فضيه في وقت الناس كلها كانت بتقول مستحيل احمد الجندي يعمل ده. مستحيله، هو فعلا عمل المستحيل احمد الجندي. بحيي المهندس شريف العريان. كمان التايكوندو عمل انجاز من خلال هداية ملاك، ان هي دورتين ورا بعض بصراحة انجاز يحسب لهداية ملاك والاتحاد التايكوندو. لكن في اتحادات مقصرة، مش شرط ان انا اعامل الكل معاملة واحدة، مش شرط ان انا اسقف للكل، لا، اللي عمل انجاز اسقف له واشيد بيه وابني عليه. الاتحاد ما حققش، لا، في مشاكل كتير جدا طبعا لازم تتفتح في الرياضة المصرية. منها من لا انا بتكلم الدعم، الدوله وجهت دعم كبير جدا للاتحادات، نشكر الدوله طبعا، لكن انا عايز اعرف الدعم ده اتصرف، الاتحادات دي صرفته ازاي وايه المردود. تمام، يعني مثلا اتحاد زي رفع الاثقال والكارثه اللي حاصله فيه، هل معقول لغايه دلوقتي احنا مش عارفين مين السبب في الازمه والمشكله الكبيره اللي حصلت في رفع الاثقال؟ ايقاف لمده سنتين، ووصل انه يغيب عن تمثيل مصر طبعا الاتحاد كله. محمد ايهاب بالظبط، كان ميداليتين مضمونين لمصر، محمد ايهاب بيغيب بدون ذنب. يعني في حاجات كتير جدا. اتحاد رفع الاثقال ده انا في علامات استفهام كبيره جدا عليه، ولغايه دلوقتي ما حدش عايز يقول لنا الحقيقه. مين السبب في ايقاف اتحاد رفع الاثقال؟ مين السبب في ازمه المنشطات اللي حصلت؟ طيب الاتحاد رجع دلوقتي، انت عايز نحاسب واحد، لازم يطلع. يكون في حساب، لازم طبعا. انا مش معقول بعد كل ده الموضوع يبقى كده مشاع بين الكل، ورئيس الاتحاد اللي المفروض كان موجود بيتم تعيينه مره تانية على راس لجنه. طب هو في ايه بالظبط؟ ما هو دي حاجات كلها لازم نعرفها. ايه اللي بيحصل؟ عندك اتحاد زي المصارعه، رغم ان كيشو حقق فيه ميداليا، لكن كمان انت عندك مشاكل سمر حمزه وسمر حققت اول امبارح، لكن انا بتكلم على مشاكل لا حصر لها داخل مجلس الاداره، وما بين مجلس الاداره وما بين اللعيبه. انت كابتن خالد، احنا بنشوف مهازل بمعنى الكلمه، لما يعني الناس في مجلس الاداره بتتطاول على بعض وتشتم بعض ويقدموا محاضر سب وقصف ضد بعض. هو ايه اللي بيحصل؟ هي دي الرياضه؟ لا. طيب اذا انت لازم يبقى في قواعد الناس تحاسب عليها. الفتره الجايه محتاجه فعلا ايد من حديد تضرب على الاتحادات الرياضيه وتحط اسس الناس تمشي عليها، علشان نشوف نتائج بعد كده، بعيدا عن الدبلوماسيات في اتخاذ القرارات، وبعيدا عن الطبطبه في اتخاذ اي قرار. استاذ دعاء بيكلمني بصراحه شديده، قبل طوكيو نفسي اشوف اتحاد يقول عندي بلان وهوصل لميداليا دي، او هوصل للمركز ده. هل ده بيحصل في مصر؟ بيحصل في كل دول العالم الا مصر. صحيح، هي المشكله، هي في اتحادات الحقيقه عملت كده، ما نقدرش ننكر ده. حتى لو ما حققتش، خلي بالك، حتى لو ما حققتش ما عنديش مشكله، لكن خالص. قريبين من يعني مثلا اتحاد السلاح ما حققش نتائج في طوكيو، لكن ما شاء الله الحقيقه نتائجه مبشره جدا. عندهم شباب صغير جدا في السن حققوا نتائج من مركز خامس سادس وثامن، من الخامس للثامن في الاولمبياد، دي حاجه كويسه جدا. عندهم فرصه باذن الله في باريس 2024 يحققوا نتيجه كويسه. ففعلا زي ما حضرتك قلت، مش حتى لو ما حققتش، لكن هم ماشيين على طريق وعارفين هم رايحين فين. مادام ماشيين على الطريق السليم يبقى احنا تمام. بالظبط. اتحاد الخماسي الحديث، مهندس شريف العريان في كذا تصريح ليه قبل الاولمبياد قال احنا رايحين نجيب ميداليا. شجاع. بكلمك بصراحه شديده، المهندس شريف العريان في حته ثانيه خالص. في حته ثانيه دي، صح؟ ده حقيقي. يعني انا بكلم معاكي بجد. ده حقيقي يعني فعلا. وهو بيتكلم معايا هنا، جبناه في الهواء وكلمنا معايا لسه من اسبوعين، الراجل بيتكلم في حته تانية مختلفه عن اي رئيس اتحاد. يعني بيتكلم على العمل النفسي والعمل البدني والعمل الفني وعامل اولياء الامور وابلكيشن، وقصه مختلفه. ليه اتحاد الخماسي الحديث عندهم 32 مدرب للمنتخب؟ ما شاء الله، يعني ده رقم كبير جدا جدا. عندهم فريق اعداد كامل، عندهم مدير فني، عندهم مدير فني لكل لعبه ومدرب، عندهم اخصائي نفسي، عندهم اخصائي تغذيه، عندهم علاج طبيعي، عندهم كل حاجه، كل حاجه محتاجه. هو اصل هي الرياضه بقت خلاص، هي الرياضه مش حاجه جديده، هي بقى لها سنين كتير قوي، هي علم. واحد زائد واحد بيساوي اتنين. انت هتوفر للاعب بتاعك كل الحاجات اللي هو محتاجها، ما تخليهوش يفكر غير في ان هو يتدرب فقط لا غير، ما تخليهوش يفكر هو محتاج ايه فيدور على ازاي يجيب الحاجه دي.
خلاص هو هيمشي في التراك بتاعه، هو ما وراهوش حاجه، ما بيفكرش اللاعب. احنا يعني مثلا على سبيل المثال ان محمد ايهاب ده كان لما بيجي يتدرب هو اللي بيفكر انا اروح انهي بطوله، وانا اروح معسكر فين، وانا اظبط لنفسي معسكر في المكان الفلاني عشان خاطر هو اللي بيظبط فوقته ضايع في بره الهدف الرئيسي يعني. لكن لعيبه الاتحاد الخماسي لا، ما عمل لهم بلان، الاتحاد عمل لهم بلان، عارف اللعيب الفلاني ده يروح البطوله دي، ده يروح البطوله دي، عارف مين يروح ايه وهيستفاد ايه وهيعمل ايه، ده يروح معسكر في المكان الفلاني. ما كانش الفريق كله بيبقى في نفس المكان، كان كل حد ليه برنامج خاص، كل لاعب ليه برنامج خاص لوحده على فكره. يعني في حد مثلا ان هم بيلعبوا 5 لعبات، فكل كل لعيب فيهم مختلف ادائه في اللعبه دي عن دي عن دي، فمحتاج يركز هنا. وكمان مش كل اللعيبه عندهم نفس المدربين، يعني في مدير فني مختلف لكل مثلا مجموعه لعيبه. ده نجاح، ده نجاح. لو بجد شفنا الاتحاد ده، لو شفنا النموذج ده في كل الاتحادات هناخده موديل وننزل بيه. هو اتحاد الهندول بصراحه، هو اتحاد الهندول، هو اتحاد بصراحه شديده بجد. تاني هاكد من قناه الاهلي من هنا من مكاني ان اتحاد الخماسي الحديث واتحاد كره اليد شايفين من خلال لاعبين ومدربين وفنيين واعلاميين ونقاد، شايفين هم ماشيين على الطريق السليم. هنخرج لفاصل وهنرجع لمشاكل باقي الاتحادات. اهلا بيكم بعد الفاصل. اتكلمنا قبل الفاصل عن النتائج الايجابيه لاتحادات الخماسي الحديث واتحاد كره اليد. خلينا نروح للاستاذ حسام زايد عشان نشوف مشاكل اتحادات المصارعه ورفع الاثقال هنوصل لفين، حسابات بتاعتهم هتوصل لفين. عندنا ابطال كبار ايهاب محمد ايهاب وساره سمير، وصلنا لفين حسام زايد، وصلنا لفين في الاتحادات دي؟ يعني لسه كنا بنتكلم كمان من شويه على رفع الاثقال. خلينا اقول لك كان في مفاجاه حصلت بعد انتهاء الايقاف عن الاتحاد المصري الشهر اللي فات، انه خلاص مصر هتشارك في يوم 7 ديسمبر في بطوله العالم في كازاخستان. فالمفروض انه الاتحاد بيبعت اسماء اللعيبه المشاركه قبلها بثلاث شهور تحديدا، بيبعت اللعيبه المشاركه علشان كمان بيتحطوا تحت كشف منشطات واختبارات منشطات. مظبوط. ففوجئنا ان اسم ساره سمير سقط سهوا. يعني يعني ايه سقط سهوا دي؟ يعني بص، ما يعني ايه اللي حصل بالظبط محدش عارف. فجأة سارة سمير اسمها ما اتبعتش مع كشف منتخب مصر ان هي هتشارك في البطولة. كلام كتير، اصله لسه الوقف بتاعها ما خلصش. انا تواصلت مع سارة سمير واكدت لي ان الوقف بتاعها خلص يوم 12/8، وانه هي السنتين بتوعها خلصوا، وانه السنتين الوقف بتاع الاتحاد المصري كمان خلص، وكان لازم اسمها يتبعت مع الاسماء المنتخب المصري المشارك. الوزير كمان اتحرك في الموضوع واجتمع بيهم وسال عن الموضوع، ازاي يا جماعه الكلام ده يحصل؟ قالوا له انه احنا هنحاول نستدرك الموضوع. طبعا مفيش استدراك ومفيش، الموضوع خلاص انتهى، ساره مش هتلعب طبعا في البطوله. وقس على ذلك اللي بيحصل في اتحاد رفع الاثقال. فعلا انا مش عارف ازاي احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اللي بيحصل في اتحاد رفع الاثقال. علامه استفهام كبيره على اتحاد رفع الاثقال. لازم يعني اكيد بكلام موجه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، ان اتحاد رفع الاثقال او اتحاد المصارعه نتمنى حل مشاكلهم سريعا، نتمنى ان ابطالنا يكونوا متواجدين في المحافل الدوليه. لكن خلينا نقول ان دعم الدوله موجود، انشاءات موجود، طفره كبيره جدا في البنيه الاساسيه بجد في الوقت اللي احنا متواجدين فيه دلوقتي. كل ده متواجد، والاتحادات مش على قدر النجاح اللي الدوله بتنجحه كدعم دوله وكطفره انشاءات. صحيح. خليني بس اضيف الاول على كلامكم في اتحاد رفع الاثقال. كنت لسه بعمل حوار مع محمد ايهاب من كام يوم، فهو قال لي الحقيقه ان دعم الدوله كبير جدا جدا جدا. دكتور أشرف صبحي متابعهم أول بأول، بيتواصل معاهم على طول أول بأول، عمل معاهم هل ده دور الوزير ولا ده دور رئيس الاتحاد؟ بصراحة شديدة بكلمك طبعا مش دور الوزير، طبعا بالزبط. مش دور الوزير، لكن خلينا نقول إن الاتحاد ده فيه مشكلة، وفي مشكلة كبيرة، ودعم الوزير في الوقت ده مهم جدا للعيبة، وفعلا فرق معاهم. يعني لما اتكلمت مع كذا حد من اللعيبة، لا فرق معاهم وجود الوزير، إن هو قعد عمل اجتماع معاهم خاص مع اللعيبة فقط، واتكلم معاهم وقال لهم انا في ظهركم، انا واقف وراكم. دي حاجه بتدي دفعه معنويه كبيره جدا جدا فعلا. ده اللي عاجبني بكلمك بصراحه. لو من وجهه نظرك هنحل المشكله ازاي؟
يعني من وجهة نظر الأستاذ دعاء بدر؟ الحقيقة هي مشكلة رفع الأثقال دي مشكلة صعبة جدا، لأن رفع الأثقال لعبة مصر مميزة جدا فيها. احنا تلت ميداليات مصر في الأولمبياد من رفع الأثقال، بطولات العالم بنروح على طول بنحقق، فدي مشكله كبيره. الحاجه الوحيده اللي يعني مش قلق الواحد لدرجه كبيره ان اللعيبه عندهم عزيمه كبيره قوي، ما وقفوش عن التدريب الفتره اللي فاتت، كانوا بيتدربوا، والحقيقه الوزاره باللجنه المؤقته عملوا لهم معسكر بقى لهم فتره في المركز الاولمبي تقريبا من شهر 4 من شهر ابريل اللي فات، ده بيستعدوا لبطوله العالم. بطولة العالم اللي جاية دي هتبقى مقياس الحقيقة مهم جدا، يعني أتمنى إن احنا نحقق فيها ميداليات. لو حققنا فيها هنطمن قوي وهنقدر نكمل مسيرة رفع الأثقال بشكل كويس. اتحاد رفع الأثقال ده محتاج حد يديره، يكون يعني احنا في انتخابات جاية، يعني أتمنى يبقى في ناس كفاءة ويكون في ناس وجوه جديدة غير الوجوه اللي كانت موجودة قبل كده، لا الاتحاد اللي قبله قديمة. يعني انا بكلم معاك بصراحه، يعني انا شايفه ان الوجوه الناس اللي كانت موجوده قبل كده لازم تسيب الفرصه لوجوه جديده تظهر. ايه المانع يبقى في شباب من لعيبه رفع الاثقال ينزلون في الانتخابات اللي جايه دي؟ يكون في ناس عندهم اداره كويسه للازمه اللي احنا فيها حاليا عشان خاطر يخرج لبر الامان باللعبه دي، لانها لعبه مهمه جدا 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 لمصر. دي الميداليات الوحيده اللي بتبقى مضمونه. طيب لازم بس معلش هنقف شويه مع استاذ دعاء بدر والاستاذ حسام زايد، وهنطير لاسكندريه والبطوله العربيه لكره السله وكابتن طارق الغنام المدير الاداري للفريق. كابتن طارق الف مليون مبروك الفوز النهارده على نادي اتحاد السكندري المحترم. الله يخليك كابتن خالد، الحمد لله رب العالمين. بقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ماتش صعب النهارده الحمد لله رب العالمين. قول لي النهارده مباراه صعبه مع فريق كبير زي الاتحاد السكندري، بكره خلاص عدينا المرحله دي، كل جماهير النادي الاهلي بتطالب بمكسب البطوله العربيه اكيد كلنا نتمناها، شايف مباراتك بكره مع نادي الكويتي ازاي؟ طبعا عايز اقول مباراه مهمه جدا، مباراه قويه جدا في الكويتي، فرقه لا يستنديها خالص، فرقه على مستوى عالي جايين اثنين محترفين بارقام سامعين ارقام مهوله، فرقة تحترم معانا من اول، شفناها من الاول خالص من دوري المجموعات دور المجموعات معانا في اسكندريه وصلت الاتحاد، فشايفينها وعارفينها ان شاء الله رب العالمين، لعبتنا رجاله وقدها، وان شاء الله نفرح جمهور الاهلي بكره باذن الله رب العالمين. باذن الله نفرح جمهور الاهلي، لكن بيني وبينك 68 واعصابنا راحت معاكم، شفت النقطه دي ازاي؟ ما فيش حل، هو احنا ايه نتفق ان ماتشات الباسكت كلها هو ده الوضع، مهما فرقه الاتحاد كبيره ليها اسم عندهم مع بعض بقى لهم فتره كسبانين معاهم مدرب طبعا على مستوى عالي كابتن مرعي، فلا يعني ويمكن كمان ناقصين، فطبعا هم فرقه محترمه وتحترم جدا، احنا النهارده لعبتنا رجاله وقد المسؤوليه ومركزه، وان شاء الله رب العالمين تكمل على خير يا رب العالمين يا رب العالمين. يا كابتن طارق الف مليون مبروك، وبارك لكل نجومنا رجالتنا، وبارك لمدير فني اوجستي، وكلنا بسبورت ليكوا جامد جدا. رساله اخيره الى جمهور النادي الاهلي في ال 24 ساعه دول، مطلوب منهم ايه عشان يسبورتوا الفريق؟ عايزين يدعوا لنا ان شاء الله، هنبذل اقصى ما عندنا، معانا مدرب فني محترم عامل فرقه مركز مع الفرقه، فكر جديد مختلف، بنوعدهم ان شاء الله يستحملونا، معلش انا عارف ان احنا دايما بنطلب منهم الطلب ده، بس يدعوا لنا وان شاء الله ربنا يكرم، ونوعدهم باذن الله نبذل اقصى ما عندنا باذن الله رب العالمين باذن الله رب العالمين. كابتن طارق الف مليون مبروك، وان شاء الله بكره هنتابعكم باذن الله، نبارك لكم باذن الله بمكسب بطوله عربيه، كل جماهير النادي الاهلي وراكم، وان شاء الله تبسطونا بكره زي باذن الله تكون فتحه خير على فريق الباسكت. كابتن طارق غنام بنشكرك شكرا جزيلا. يا كابتن حسام، فرقه الباسكت في النادي الاهلي حاجه مهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، معلش طبعا يعني خرجنا من الحوار بس شويه. انت عارف فريق الباسكت في النادي اكيد الأهلي، لا 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 طبعا فريق الباسكت كمان انا شايف انه بدايه موفقه، الفوز ببطوله منطقه القاهره، وبعدين بتدخل على البطوله العربيه، بتوصل لل يعني المباراه النهائيه، وبتعدي من الاتحاد السكندري،
فلا يعني منتخب يعني النادي الاهلي بعمل مباراه قويه النهارده، وان شاء الله بكره نبارك له بلقب البطوله العربيه. هنبارك له بلقب البطوله العربيه بس سريعا جدا، وقتنا بيجري معاكم انتوا الاثنين بصراحه النهارده. اه والله بيقولوا هتخلص. فدخلنا في خلافات اتحادات انتخابات. هنعمل انتخابات؟ لا مش هنعمل انتخابات. رجعنا خطوه، شايفها ازاي يا كابتن حسين؟ انا شايف ان في مشكله حصلت امبارح خلال الساعات الماضيه بخصوص اللجنه التنسيقيه المشرفه على الانتخابات. انا كنت اثرت الموضوع انه في ده على مسؤوليتك الشخصيه. على مسؤوليتي الشخصيه. وادي الورق معايا اهو، عشان جايب المستندات كلها. يعني مرشح في نادي المنصوره خد حكم من مركز التسويه والتحكيم الرياضي. النقطه المهمه فيه انه لما كان القرار محل الطعن الماثل قد صدر من اللجنة التنسيقية والتي أنشئت دون نص من القانون أو اللوائح المعمول بها سواء من الأندية أو الاتحادات الرياضية أو اللجنة الأولمبية المصرية، الذي يكون القرار معه الصادر يعني شابه عيب مخالفه القانون كويس. ده مشكله كبيره جدا، لانه الناس اللي هيحصل عليها هو خد الحكم ودخل بتاع مركز التسويه ودخل الانتخابات النهارده موجود. ده هيفتح الباب الاسبوع ده. انا بقول لك انه في مرشحين كتير استبعدوا بقرار من اللجنه التنسيقيه، هيقدموا في المركز التسويه وهياخدوا احكام، وده هيفتح جدل كبير جدا، لانه اللجنه التنسيقيه مدى قانونيتها وهي اللي عامله كل التصنيفات بتاعه الاتحادات على مسؤوليه الاستاذ حسام زايد. هذا الكلام مش مسؤوليه خالد العوده، الموضوع بتكلم بصراحه، يعني الاستاذ حسين زايد هو اللي بيقول، واكيد هو عنده المستندات واكيد عنده الادله، لكن بنقول ان نتمنى ان انتخابات الاتحادات تعدي يعني على خير، ونتمنى وجوه جديده زي ما استاذ دعاء بدر قال. خلينا ناخد برضو راي استاذ دعاء بدر، طموحنا ايه في باريس 2024 وهنوصل ازاي للنتائج اللي احنا وصلنا لها، 6 ميداليات او اكتر؟ طبعا طموحنا اكتر من 6 ميداليات، احنا كل دوره طموحنا لازم بيعلى معاها. الكاراتيه مش موجوده طبعا، فاحنا عندنا ميداليتين مش موجودين، لكن برضو في رفع الاثقال هتبقى موجوده ان شاء الله. نوصل لده ازاي؟ اول حاجه احنا لازم نشتغل من النهارده، يعني لازم نخلص الانتخابات، المجالس الاداره الجديده تيجي تحط بلان من لحظه، احنا المفروض نشتغل من بدري كمان على كده. توقعي بصراحه شديده ان البلان اللي انت بتتكلمي عليها هتتحط قدام الناس؟ بتكلم بصراحه. بعض الاتحادات لكن مش كلها للاسف الشديد. أتمنى يكون في وجوه جديدة في الاتحادات مختلفة شوية وشابة أكتر، وأتمنى أن يبقى في فكر علمي، ناخد الاتحاد الخماسي كنموذج، اتحاد كرة اليد كنموذج، الاتحادات اللي نجحت كلها ناخدها كنموذج ونمشي عليه. الموضوع مش صعب ولا مستحيل يعني. يا رب أتمنى ده بجد بصراحة شديد. بس نحط بلان من دلوقتي والناس تبدأ تشتغل من دلوقتي، نبدأ نشتغل كمان على الشباب الصغير في السن اللي هيبقى عنده قدرة على منافسة في باريس. نتمنى ده بجد، وأنا سعيد جدا جدا أن أنا متواجد معايا الأستاذ دعاء بدر والأستاذ حسام زايد، والحديث عن كل المجالات الرياضية غير كرة القدم. كابتن حسام قلت لي أن الإعلام الرياضي في أو السوشيال ميديا اختلفت مع الألعاب الرياضية سريعا جدا. صحيح صحيح. أنا فعلا عايز أهني موقع تتويج اللي بترأسه الأستاذ دعاء بدر، لأنه فعلا عمل حراك في الوسط الإعلامي كله، يعني خلاني أنا مثلا كواحد صحفي بقى عندي تاخد المصدر لا بقى عندي غيرة، عايز أعمل منافسة، إن هو خلاص بدأت تحرك الأمور، ما بقاش واحد بس اللي شغال لوحده، بقى فيه منافسة. فبجد بهني دعاء وكل فريق العمل في موقع. أنا بهنيكي وبهني، كلنا بنكمل بعض الحقيقة. بجد سعيد جدا معاهم، وبقول لك بجد ألف مبروك على موقع تتويج، وإن شاء الله الاستمرارية والوصول للأعلى. أستاذ حسام زايد نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن خالد، أنا سعدت بوجودي معاك وبوجودي في قناة النادي الأهلي، وسعدت بوجودي مع الأستاذ. أكيد هنكرر ده، وأكيد كل شهر هنكرر ده وهنتابعهم علشان يشوفوا آرائهم، أو النقد الرياضي لازم يكون متواجد داخل ألعاب أخرى عشان يعمل شوية حراك يحرك المشاكل قدام الرأي العام. بشكركم وإلى اللقاء، انتظرونا الأسبوع الجاي حصاد الأبطال من 7 ل 9 الجمعة الجاية.